أهلا بحضراتكم من جديد. قضية المسجد الأقصى وقضية بيت المقدس كانت ولا تزال القضية المركزية في وجدان المسلمين. يتابع المسلمون في كل مكان أحداثها وتطوراتها، وتتعلق قلوب الأمة بلحظة الخلاص التي يتحرر فيها المسجد الأقصى من الدنس الصهيوني. كان المسجد الأقصى ولا يزال عبر التاريخ هو معيار الحضارة الإنسانية. من سيطر على المسجد الأقصى كانت له الغلبة، كانت له السيادة، كانت له الكلمة العليا في العالم كله. ولذلك ما من حضارة أرادت أن تكون لها الكلمة العليا إلا وكان قبلتها وهدفها الأول والسيطرة على بيت المقدس، تلك المدينة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مهدا للرسالات السماوية من أول إسحاق عليه السلام، ثم ذريته يعقوب ومن جاء بعده من أولاده، وانتهاء بالسيد المسيح عليه السلام، ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسري به إلى بيت المقدس ومنها عرج به إلى السماء، ليكون ذلك ميلادا جديدا لبيت المقدس وتحريرا لعهد جديد يكون فيه بيت المقدس، ويكون المسجد الأقصى جزءا من الرسالة الخاتمة ومن الحضارة التي ستنشئها هذه الرسالة، حضارة الرحمة والعدالة وتكريم الإنسان. منذ أن احتلت فلسطين واحتل القدس الشريف قبل ما يزيد على 70 عاما، منذ أن وطئت العصابات الصهيونية الأرض المقدسة المباركة، والعالم كله يعيش ارتباكا لا أول له ولا آخر، وربما لن تعود السكينة ولن تعود روح السلام الحقيقي إلى البشرية إلا يوم أن يعود الحق إلى أصحابه. للحديث عن الأهمية الدينية والتاريخية وعن واقع المسجد الأقصى المبارك وواقع الأحياء المقدسية، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة شيخ المسجد الأقصى، شيخنا الحبيب الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والذي نرحب به ابتداء ونهنئه على عودته سالما إلى محبيه في كل ربوع العالم الإسلامي. فضيلة الشيخ رائد، السلام عليكم ورحمة الله، وحمد لله على سلامتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. مولانا اسمح لنا أن نذهب لمتابعة هذا الفيديو القصير ثم نعود لإدارة الحوار مع حضرتك بإذن الله. شيخ الأقصى رائد صلاح ولد عام 1958 في مدينة أم الفحم شمال فلسطين، حيث تلقى تعليمه فيها، ثم انتقل إلى الخليل حيث تخرج من كلية الشريعة. بدأ تجربته في العمل السياسي مبكرة وهو في كلية الشريعة في الخليل، ثم انضم للحركة الإسلامية داخل أراضي 48. سجن عام 1981 لاتهامه بالانتماء لمنظمة عسكرية تدعى أسرة الجهاد بمشاركة 21 ناشطة، من بينهم مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ عبد الله نمر درويش. أصبح رئيسا لبلدية أم الفحم 3 مرات بعد فوزه في انتخابات البلدية أعوام 1989 و1993 و1997 بنسبة نجاح تفوق 70%. عارض الشيخ المشاركة في انتخابات الكنيست التي قررت الحركة خوضها عام 1996 وانتخب رئيسا للحركة. عاد عام 1998 ليقود ما عرف بأحداث الروحة، حيث اقتحمت شرطة الاحتلال مدينة أم الفحم وأصابت 600 مواطن، ليعلن في العام نفسه مشروع المجتمع العصامي الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطيني الداخل، ويؤسس نحو 30 جمعية ومؤسسة. نجا من محاولة اغتيال عام 2000 إثر إصابته بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال. أصدرت داخلية الاحتلال عام 2002 أمرا بمنعه من السفر، وتم اعتقاله عام 2003 وبعض رفاقه لمدة 2 بتهم الاتصال وتبييض أموال لحركة حماس. أعادت قوات الاحتلال اعتقاله عام 2007 خلال مشاركة احتجاجات على حفريات باب المغاربة، كما منع من دخول القدس عام 2009.
حكمت إحدى محاكم الاحتلال بسجنه 9 أشهر عام 2010، أمضى منها 5 أشهر لبصقه على شرطي صهيوني حاول استفزازه. تعرض لمحاولة اغتيال ثانية عام 2010 إثر وصول أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة إلى ميناء أسدود المحتلة. قررت نيابة الاحتلال سجنه 8 أشهر عام 2011 لمنعه شرطة الاحتلال من تفتيش زوجته، كما جرى اعتقاله في بريطانيا بتحريض من الاحتلال، لكن تم الإفراج عنه. دخل الشيخ رائد السجن في مايو 2016 لقضاء حكم باعتقاله لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف في ملف خطبة وادي الجوز. وفي أغسطس 2017 اعتقله الاحتلال من منزله ووجه إليه لائحة اتهام تتضمن التحريض على العنف والإرهاب. قضى الشيخ 11 شهرا في السجن الفعلي قبل أن يفرج عنه مع فرض الإقامة الجبرية في سجن منزلي. وفي فبراير 2020 حكم عليه بالسجن 28 شهرا لاتهامه فيما يعرف بملف الثوابت، وتم الإفراج عنه ليعود إلى الإقامة الجبرية. وفي أغسطس 2020 أعيد اعتقاله نحو 17 شهرا قضاها في العزل الانفرادي. وفي ديسمبر 2021 أفرجت عنه سلطات الاحتلال. شيخ رائد، ما شاء الله، يعني سجل طويل من النضال، نسأل الله أن يتقبل جهادكم وأن يجعل لكم بإذن الله أجرا وحظا أوفى من أجل تحرير المسجد الأقصى بإذن الله. مولانا، المسجد الأقصى يمثل حجرا من أحجار الزاوية في عقيدة المسلمين، وبالنسبة للأمة المسلمة مسألة عقيدة وليس مسألة سياسية ولا مسألة عسكرية ولا مسألة تاريخية. هل حضرتك توافقني على هذا التوصيف؟ لو سمحت، الصوت منخفض جدا. أنا أقول إنه أكاد أسمع بصعوبة. أنا أقول إنه قضية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين هي قضية عقيدة وليست قضية سياسية ولا تاريخية. هل توافقني على هذا التوصيف؟ الآن الصوت جيد، جزاك الله خيرا. وحول سؤالك، الذي يحسم هذا الموقف هو قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكما نعلم، هذه هي الآية الأولى من سورة الإسراء، وهي تتحدث عن المسجد الأقصى المبارك وعن منزلته، حيث تربط مصيره بمصير المسجد الحرام. وهذا يعني أن هذه الآية تربط مصير مكة المكرمة حاضنة المسجد الحرام بالقدس المبارك حاضنة المسجد الأقصى المبارك. وعلى هذا الاعتبار، فقضية المسجد الأقصى وقضية القدس هي قضية قرآنية، وهي قضية تقف في الأهمية كمصير واحد مرتبط بمكة المكرمة والمسجد الحرام، مما يعني أنها قضية عقدية بامتياز ولا ريب في ذلك. مولانا، لطالما رددت وسائل الإعلام الصهيونية أو المتصهينة أن لليهود حقا تاريخيا في بيت المقدس، وأنهم بالأحقية التاريخية هم أصحاب الحق الشرعي في الهيمنة على بيت المقدس وإدارة شؤونها، وأحيانا نسمع هذا الكلام بلسان عربي متصهين، كيف ترد على هذه الدعوة؟ نحن نؤكد أن المسجد الأقصى له تاريخ طويل يعود إلى عهد نبي الله آدم عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. ونجد ذلك في قول لأبي ذر الغفاري
عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني لله في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما. نقف عند هذا الحديث، وهذا الحديث له دلالات عظيمة ودلالات عميقة جدا. من ضمن هذه الدلالات، هذا الحديث هو على فكرة حديث صحيح في صحيح البخاري، الإمام أحسن نعم. ورواه الإمام مسلم كذلك. هذا الحديث يؤكد لنا كالتالي، أن أول مسجد بني على وجه الأرض كان المسجد الحرام. نعم. بعد تمام بنائه 40 عام بني المسجد الأقصى. فإذا عرفنا أن المسجد الحرام كان قد وجد على عهد نبي الله آدم، هذا يعني أن المسجد الأقصى المبارك كان أيضا على عهد نبي الله آدم. يؤكد ذلك الأثر الذي يقول إن أول من اعتكف في المسجد الأقصى المبارك كان نبي الله آدم عليه السلام. من هنا نستنتج أن كل الأرض المباركة التي تضم القدس والمسجد الأقصى المباركين، أول بناء كان فيها هو المسجد الأقصى المبارك. أول بناء في كان المسجد الأقصى المبارك قبل وجود أي بناء آخر لأي جامع أو لأي كنيس أو لأي كنيسة. المسجد الأقصى المبارك كان أول بناء في الأرض المباركة قبل بناء أي بيت لأي إنسان في الأرض المباركة. هذا يعني أن وجوده سبق ما يعرف بتواريخ شعوب كثيرة مرت من الأرض المباركة، سواء كانت من الشعوب المسلمة التي دخلت بكرامة من الله في الأرض المباركة، أو من الشعوب المحتلة التي استدرجها الله إلى الأرض المباركة ليوقع عليها العذاب. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن المسجد الأقصى المبارك هو الأساس الذي وجد في الأرض المباركة، كان عنوان للتوحيد، كان ميراث للنبوة، وهذا العنوان للتوحيد وميراث النبوة تناقلته الأنبياء نبيا بعد تناقلته الأنبياء نبيا بعد نبي، حتى انتهى الأمر إلى خاتم الأنبياء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى خاتمة الأمم الأمة الإسلامية التي اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتقل ميراث المسجد الأقصى المبارك والسياد عليه ورعاية المسجد الأقصى المبارك في ليلة الإسراء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما صلى خلفه كل الأنبياء، وبطبيعة الحال انتقل هذا الميراث إلى الأمة الإسلامية الخاتمة حتى قيام الساعة. هذه رؤيتنا العقائدية الواضحة التي تضحد كل الشبهات، سواء كانت من القريب أو من البعيد. فضيلة الشيخ رائد، الحديث الآن تطرق في كلام حضرتك عن بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى في عهد آدم عليه السلام، فطبيعي سيأتي في مخيلة المشاهد من بناه، هل بناه آدم عليه السلام وأبنائه، أم بنته الملائكة لآدم وأبنائه من الموحدين والمسلمين؟ سؤال رائع جدا، وحول ذلك لا شك هناك يعني بعض الآراء التي تقف لتقول إن الذي بنى المسجد الحرام هو الملائكة، ولذلك نبي الله آدم وجد المسجد الحرام كان قد بني والذي بنته الملائكة، ولذلك يعني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني هنا يعني نقف على هذا الفعل وضع للناس بصيغة المبني للمجهول. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أي مسجد بني لله في الأرض أولا، أيضا بصيغة إيش؟ المبني للمجهول، وكأن هناك طرف غير بشري الذي بنى المسجد الحرام والذي بنى المسجد الأقصى. ومن هنا بعض من ذهب وقال كما تفضلت أن الذي بنى المسجد الحرام ثم بعد 40 عام المسجد الأقصى كانت الملائكة.
هذا رأيي، وهناك يعني له أيضا دلائل في القرآن الكريم يطول الحديث عنها، ولكن نقف عند هذا الرأي بهذه الحدود. أيضا هناك من قال إن الذي بنى المسجد الحرام كان نبي الله آدم، ثم بعد 40 عام بنى المسجد الأقصى. على كلا الرأيين، على كلا الرأيين نحن نؤكد أن المسجد الأقصى كان أول بناء في الأرض المباركة، والقول بأن تحت المسجد الأقصى المبارك كانت هناك آثار ما يدعيه أبواق الاحتلال الإسرائيلي من وجود هيكل تحت أنقاض المسجد الأقصى، هذا مجرد هراء، مجرد افتراء على التاريخ، مجرد افتراء على العقل السليم في حياة كل بني البشر على وجه الأرض. حتى مولانا من قالوا بأن آدم عليه السلام والذي بنى المسجد الأقصى، قالوا إن الملائكة هي التي نزلت فحددت حدوده ووضعت قواعده، ثم كان وظيفة آدم أنه رفع البناء، لكن سيدنا إبراهيم وإذ رفع إبراهيم القواعد بالضبط. نعم بالضبط، إنما تمام. تحديد البقعة ووضع الأساس لا خلاف بين أهل العلم من المسلمين على أن ذلك كان من فعل الملائكة الكرام عليهم السلام. حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة، وهي مسألة قصة الهيكل الذي يبحث عنه الصهاينة من الأربعينيات وإلى الآن. لو أردنا أن نقرب للمشاهد، لعل كثيرين من المسلمين لا يفهمون ما المقصود بالهيكل الذي تبحث عنه الصهيوني، ما حقيقة قصة الهيكل هذه؟ أنا شخصيا قرأت عن هذا الموضوع كثيرا، وأنا شخصيا قرأت كل التاريخ، التوراة، توراة اليوم قرأتها، وما ضمه إلى التوراة من أسفار أخرى، بالإضافة إلى ذلك يعني كتبت قرأت أقوال كثيرة من أطراف مختلفة ممن يدعون أنهم يتبنون نظرية الهيكل. دعني أقول كالتالي، أن يقال إن هناك هيكل كان تحت المسجد الأقصى كما يدعي اليوم الكثير من أبواق الاحتلال الإسرائيلي ومن يحاول أن يساندهم من للأسف بعض المتصهينين العرب، إن هذا الادعاء هو ادعاء باطل محض، لسبب بسيط جدا. المسجد الأقصى المبارك هو المسجد الأقصى المبارك منذ عهد نبي الله آدم حتى الآن، كما تفضلت حضرتك مساحته معروفة 144 درهم. لا شك على مدار هذا التاريخ الطويل للمسجد الأقصى المبارك تم تجديد بناء المسجد الأقصى المبارك على اعتبار أنه المسجد الأقصى المبارك، وبقي كما هو مركز التوحيد، صلت فيه الأنبياء، ظلت على هذا الحال وهي في أمانة صيانة المسجد الأقصى المبارك. الآن أريد أن أقول شيء أهم جدا، من أنبياء الله الذين اهتموا برعاية المسجد الأقصى المبارك كان هناك عدد كبير من الأنبياء، من ضمنهم كان نبي الله داود، كان نبي الله سليمان عليه السلام، من ضمنهم وفي ختامهم كان نبي الله عيسى عليه السلام. ولكن هنا نؤكد شيء مهم جدا، أنهم عندما صانوا هذا البناء صانوه على اعتبار أنه المسجد الأقصى المبارك، هذا أولا. ثانيا صانوه على اعتبار أنه ميراث النبوة الذي امتد من نبي الله آدم، وتناقلت الأنبياء كميراث للتوحيد بهدف أن يصوموا ويحافظوا عليه كمقر للتوحيد، وتتوارث الأنبياء نبي بعد نبي إلى أن سلموه بناء على هذا التواصي بميراث النبوة إلى أن سلموا للرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا الموقف من كل الأنبياء يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد أقصى مبارك، لا يمكن أن يوجد أي ادعاء أن تحته كان في يوم من الأيام هيكل. هذا مهم جدا. الآن
أن يدعى بعد ذلك أن هناك هيكل كان في أي مكان آخر. هناك روايات كثيرة جدا، هناك روايات كثيرة جدا اللي تجعل من الحديث عن هيكل واحد غير واقعي. بمعنى إيش؟ هناك روايات مثلا على سبيل المثال، هناك من يقول إن الهيكل ما هو إلا خيمة كانت على جبل جرزيم في مدينة نابلس، وهناك من يقول إن الهيكل كان عبارة عن خيمة تسمى خيمة العهد كان على جبل عيبال أيضا في منطقة نابلس. هناك من يقول أنه تم نقل هذه الخيمة إلى مكان آخر اللي هو يعني خارج حدود مدينة القدس المباركة على بعض الجبال التي موجودة في منطقة القدس المباركة. الروايات كثيرة جدا، كلها متخبطة جدا، لا يمكن لك أن تعرف الصواب فيها، مما يؤكد أن كل هذه الروايات هي روايات أقحمت إقحاما إلى الأسفار التي تنضمها إلى التوراة، توراة اليوم. ولذلك يبقى النص الثابت اليقيني هو ما قاله الله العظيم في مطلع سورة الإسراء. شيخ رائد، أنا كمسلم عندما ألتقي إنسانا غير مسلم وأجده يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخير ويثني عليه ويعظم شأنه وهو غير مسلم، بكل تأكيد سأحترم هذا الإنسان وأحييه على موقفه من نبيه ومن كتابي وأقدره في نفسي. أنا أتعجب كثيرا من عقول الصهاينة هؤلاء. نحن كمسلمين نؤمن بكل أنبياء بني إسرائيل ونؤمن بموسى عليه السلام، ولا يتم إسلام المسلم إلا إذا كان معظما لنبي الله موسى بوصفه واحدا من أولي العزم من الرسل، ونؤمن بالتوراة كلمة الله التي أوحاها إلى موسى عليه السلام، ونؤمن بكل أنبياء بني إسرائيل. ومن ثم فإن هذا يفترض، لو أننا أمام عقلية موضوعية، لو أننا أمام نفسية سوية، يفترض أن يكون جسرا عظيما للصلة وأن يكون دينا في رقابهم أننا نعظم أنبياءهم فيردوا لنا يعني الإحسان بمثله. لكن على الرغم من إيماننا بكل هذا التاريخ للنبوات الإسرائيلية، إلا أنهم يعاملون المسلمين بهذه العنصرية وهذه الدموية وهذا الإجرام منذ أن وطئت أقدامهم أرض فلسطين وإلى الآن. كيف تفسر لنا هذه النفسية وهذه الذهنية الصهيونية؟ يا أخي الكريم، يعني دعني أقول كالتالي بشكل واضح: نحن نؤمن أن كل أنبياء الله منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مرورا بسيدنا موسى وسيدنا داود وسليمان وزكريا ويحيى وسيدنا عيسى، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد من عند الله هو دين الإسلام، وكلهم دعوا إلى دين واحد هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو ما جاء به كل الأنبياء إلى البشرية. سيدنا موسى جاء بدين الإسلام، كذلك سيدنا سليمان، كذلك سيدنا داود، كذلك سيدنا يحيى وزكريا وسيدنا عيسى والرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بدين الإسلام. نحن نؤمن أن الذين اتبعوا نبي الله موسى صادقين ملتزمين بما جاء به من عند الله كانوا مسلمين. كذلك الأمر من اتبعوا أنبياء الله داود سليمان يحيى زكريا سيدنا عيسى وصدقوا باتباعهم والتزموا بما جاءوا به من عند الله كانوا مسلمين، تماما كما أننا نحن الذين اتبعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين نحن مسلمين، تبعناه صادقين، التزمنا بما جاء من عند الله. الآن هناك فرق أساس واضح في هذه المسيرة لهؤلاء الأنبياء بتاريخهم الطويل الذين حملوا دين الإسلام إلى البشرية. ما هو الفرق الأساس الذي يجب أن نوضحه؟
أن الأنبياء ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا بدين الإسلام، ولكن جاءوا بدين الإسلام كمرحلة لأمة محددة، جاءوا بدين الإسلام المرحلة لأمة محددة، والذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بدين الإسلام الخاتم العالمي لكل الأمم بدون استثناء. لذلك أنا أقولها بلا تردد، أنا الآن عندما ألتزم برسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام الخاتم العالمي لكل الأمم، أنا أحق الناس بسيدنا موسى، أنا أحق الناس بسيدنا سليمان، أنا أحق الناس بسيدنا داود وبسيدنا زكريا ويحيى وبسيدنا عيسى. السبب واضح، لأن كل منهج الأنبياء الذي سبق كان عبارة عن تمهيد مرحلة بإسلام مرحلة إلى أمة محددة، حتى جاء الوقت الذي تلقت فيه البشرية الإسلام الخاتم إلى كل العالم بدون استثناء. في الفهم العقائدي، في ارتباط العقائدي، مرة أخرى أؤكد أقول ما تركه سيدنا موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل هو ميراث لنا، لأننا نحن الذين نمثل الامتداد الحقيقي التوحيدي العقائدي للأمة الإسلامية ولدين الإسلام الذي جاء به الأنبياء من قبل، ولكن بصورة مرحلية وإلى أمم محدودة. هذا فهمنا. الآن هناك من يحاول أن يتعامل مع القضية كقضية عنصرية، وكأن سيدنا موسى أو سيدنا سليمان أو سيدنا داود ملك شخصي لشعب معين، ملك لشعب له طبيعته في نسبه وفي قوميته وفي لغته، هذا غير صحيح. سيدنا موسى ما جاء ملك شخصي، سيدنا موسى جاء يدعو إلى التوحيد، وكذلك كل أنبياء بني إسرائيل. أحق الناس بهم من حافظ على رسالة التوحيد التي جاءوا بها، والذي يعبد الله حقا، والذي إيش يدعو إلى الاحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه العناصر التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل نحن الذين نتمسك بها في هذه الأيام. يعني الحقيقة بيان في منتهى الأهمية، وأنا يعني شخصيا أشكرك عليه مولانا. اسمح لنا نأخذ فاصل قصير نستمع فيه إلى كلمات للشيخ الراحل أحمد ياسين عليه رحمة الله ورضوانه، ثم نعود لمواصلة الحديث. فضلت الشيخ رائد، يعني نحن الآن أصلنا تأصيلا مهما جزاك الله خيرا للقضية الفلسطينية في عقيدة وضمير المسلم، والآن نحن نعيش واقع لابد من الحديث عنه، خاصة إذا كان الحديث والحوار مع فضيلتك وأنت من قلب الواقع وهذا الإلمام، خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وعادة الصهاينة دائما إذا انشغل العالم بحدث كبير يعني ينفذون أشياء في الخفاء لانشغال العالم والميديا والإعلام عنهم. فنريد أن نقف الآن على واقع المسجد الأقصى في ظل هذا اللهو الإعلامي بالحروب وغيرها، ليس تقليلا من مظالم الشعوب الأخرى، لكن هذا ديدن الصهاينة معنا. حينما ينشغل العالم بمتابعة قضية دائما نجد أشياء جديدة نفاجأ بها فيما بعد، فما واقع المسجد الأقصى الآن في ظل هذه الأحداث التي نعيشها؟ جوابا على ذلك، من الضروري أن نعلم ما يلي كما هو واضح لدينا، أن المسجد الأقصى المبارك يعاني من الاحتلال منذ عام 1967 ميلادي. الآن من الواضح لدينا كقراءة سريعة جدا على مدار التاريخ أن أي احتلال في التاريخ لم يكن في يوم من الأيام يمارس الخير للشعوب المحتلة ولا لأرضها ولا لمقدساتها، بل كان سلوكه يوقع الأذى على الشعوب المحتلة وعلى أرضها وعلى مقدساتها. لذلك ما دام المسجد الأقصى المبارك يعاني من الاحتلال منذ عام 1967 ميلادي، فسيكون هناك
فصعيد بإيقاع الأذى من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى. منذ أول أيام احتل فيها المسجد الأقصى المبارك بدأت مشاهد هذا الأذى تقع على المسجد الأقصى المبارك، ولا تزال في حالة تصعيد. ما وراء كل ذلك؟ ما وراء هذا التصعيد بإيقاع الأذى النامي المتزايد على المسجد الأقصى المبارك؟ نستطيع أن نقرأ ذلك من خلال مقالات، مقولات، تصريحات تصدر عن كثير من الأبواق التي تمثل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك. خلاصة ما يمكن أن نجده أن هذه الأبواق تدعي أن المسجد الأقصى المبارك ليس كما يقول المسلمون أنه يبلغ مساحة 144 دنم، وهذا هو الحق. المسجد الأقصى 144 دنم بما فيه الجامع القبلي وقبة الصخرة وكل المصليات التي تنتشر على هذه المساحة. أبواق الاحتلال تدعي غير ذلك وتقول كل ما للمسلمين هو عبارة عن الجامع القبلي الذي يقع في مقدمة 144 دنم. طب وماذا عن الأبنية الباقي؟ ماذا عن الساحات المسجد الأقصى الباقي؟ هذه الأبواق تدعي أنها يجب أن تضع اليد عليها، تهيمن عليها بسيادة مطلقة، بسيادة مطلقة. ولذلك لاحظ الآن الاحتلال الإسرائيلي يفرض كل قواته على كل أبواب المسجد الأقصى المبارك، يدخل من يشاء إلى المسجد الأقصى المبارك، يمنع من يشاء من دخول المسجد الأقصى المبارك. الآن لاحظ الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتعامل مع الأحداث اليومية التي تمر على المسجد الأقصى المبارك كأنه صاحب القرار الوحيد في هذه الأحداث، كأنه لا يوجد شيء اسمه هيئة أوقاف إسلامية تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. يحاول أن يتجاهل هيئة الأوقاف لدرجة، وهذا شيء مهم يلفت الانتباه، لدرجة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرض على العاملين في هيئة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك إذا أرادوا أن يرمموا حجر من حجارة المسجد الأقصى المبارك أن لا يقوموا بذلك إلا بعد أن يأخذوا إذن من الاحتلال الإسرائيلي. لدرجة، وفي هذا حدث في بعض الأحيان، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يفرض على هؤلاء العاملين على صيانة المسجد الأقصى ممنوع أن يغيروا مصباح كهرباء إلا إذا أخذوا إذن من الاحتلال الإسرائيلي. لماذا كل ذلك؟ لماذا؟ مرة أخرى أقول الآن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يدعي أنه صاحب السيادة الوحيد، صاحب القرار الوحيد على كل أبواب المسجد الأقصى، على كل ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. لذلك الآن بدأ التصعيد ينمو، يزداد يوم بعد يوم تحت فرض هذه الأجواء القهرية على المسجد الأقصى المبارك. بدأ الاحتلال وأبواقه يتجرعون على ماذا؟ يعني فيما مضى قبل سنوات معدودات كانوا يدعون أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى ادعوا أنها مجرد دخول عابر، يعني بين قوسين ادعوا أنها زيارات بريئة، هكذا حاول أن يسوق الأحداث إلى العالم. ولكن الآن ماذا يحدث؟ الآن تقدموا خطوة، بدأوا يؤدون صلوات صامتة في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الآن بدأوا يطالبون بأنه جاء الوقت لأن يكون هناك ذبح قرابين وفق طقوسهم التلمودية في داخل المسجد الأقصى المبارك. الآن بدأوا يعقدون عقد قران كطقوس تلمودية في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. كل ذلك هم يدعون أنه تمهيد. لماذا؟ كل ذلك يدعون أنه تمهيد. لماذا؟
هكذا نسمع نقرأ كما قلت مقالات مقولات تصريحات كلها تصب في اتجاه أنه إيش؟ أنه في البعد القادم سيصنعون أجواء تهدف إلى بناء هيكل على حساب المسجد الأقصى المبارك. ولكن فاتهم شيء واحد، أتدري ما هو؟ فاتهم شيء واحد، أن سورة الإسراء في آيتها الأولى تؤكد لنا أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى المسجد الأقصى المبارك حتى قيام الساعة، وكل من يحاول أن يعتدي عليه ظلما وعدوانا ستتبخر أحلامه، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك منتصرا على أحلام كل ظالم كل محتل كل مستعمر. مولانا، حتى آية سورة الإسراء لم تجعل البركة محصورة في المسجد الأقصى وحده، وإنما جعل الله البركة في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى. نحن بقي لنا دقائق معدودات، أقل من 5 دقائق، 3 دقائق بالضبط. في هذه الدقائق الثلاث، ما الواجب على المسلمين إزاء هذه الجرائم التي تقترف كل يوم بحق المسجد الأقصى؟ ماذا ينبغي أن تفعل الأمة إزاء هذا الواقع المرير؟ الأمة المسلمة، وأحسنت بسؤالك جزاك الله خيرا، الأمة المسلمة على صعيدها العالمي، إلى جانب ذلك العالم العربي والشعب الفلسطيني، الكل مطالب أن يعتبر أن قضية المسجد الأقصى المبارك والقدس المبارك هي ثابت إسلامي عروبي فلسطيني. ومعناه ثابت أنه أصل فوق كل لغة مفاوضات، فوق لغة كل تطبيع، فوق لغة كل تسلل إلى أحضان المشروع الصهيوني أو إلى أحضان الاحتلال الإسرائيلي، هو فوق كل هذه المشاهد المؤلمة المحزنة. هذا أولا. ثانيا، يجب علينا أن نعلم جميعا على كل هذه الصعب الإسلام العروب الفلسطيني أن قضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية ارتبط مصيرها بمصير المسجد الحرام. القدس هذه الحاضنة للمسجد الأقصى ارتبط مصيرها بمصير مكة حاضنة المسجد الحرام. بناء عليه أنا أقول شيء بسيط، جملة بسيطة أقولها، يا أمة الإسلام، كما حددتم رباطكم مع مكة المكرمة والمسجد الحرام، حددوا نفس الرباط، حددوا نفس الرباط، حددوا نفس الرباط مع القدس والمسجد الأقصى المباركين. هذا ليس من عندي، هذا ما يأمرنا الله به في مطلع سورة الإسراء في الآية الأولى منها كما قرأناها في بداية هذا الحوار الطيب الكريم. ثالثا، أنا أقول لكل هذه الأبعاد الإسلامي العروبي الفلسطيني، قضية القدس والمسجد الأقصى هي قضية منتصرة، وهذا يؤكد القرآن الكريم، وهذا يؤكد الحديث النبوي الشريف في أكثر من رواية، ومنها ما هو روايات صحيحة بحمد الله رب العالمين تملأنا يقينا واطمئنانا أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضية منتصرة بإذن الله رب العالمين. ولذلك أقول لهذه الأبعاد الإسلام العروب الفلسطيني، إنكم إن تمسكتم بهذه القضية المنتصرة فأنتم منتصرون بها بإذن الله رب العالمين. فالوفاء الوفاء لهذه القضية، حافظوا على العهد معها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حافظوا عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن الأيام القادمة هي أيام كرامة وعزة ورفعة للقدس والمسجد الأقصى المباركين. نجد ذلك في حديث رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، نجد ذلك في حديث رواه عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، وأحاديث كثيرة كلها
تؤكد نفس هذا المعنى، فأقول يا من تسمعونني الآن لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ما دمتم أوفياء لقضية القدس والمسجد الأقصى المباركين، ولن يخذلكم الله بإذن الله تعالى رب العالمين. فضيلة الشيخ رائد صلاح شيخ المسجد الأقصى، أمتعتنا بهذه المشاركة الطيبة الكريمة، والموعد إن شاء الله أن نلتقي بكم في ساحات المسجد الأقصى، وتجمعنا والمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها قريبا صلاة جامعة هي صلاة التحرير، لا نشك في ذلك، بل نراه أقرب مما يتخيل ويتصور كل الأعداء وكل الواهمين وكل المخدوعين. شكرا جزيلا لفضيلتكم، وإن شاء الله تتكرر اللقاءات بكم في قابل الأيام. شيخ عصام، كلمة الختام في نصف دقيقة. يعني الحديث بعد حديث الشيخ رائد يعني يصعب ويتعب من بعده. الحقيقة أن الكلام مهم جدا في قضية أن المستقبل لهذا الدين ولهذه القضية، حتى الحديث لا يضرهم من خذلهم. قضية الأقصى هي قضية منتصرة ناجحة، شرف لأي محامي أن يكون محاميا عنها. لا يغرنا أبدا ولا يغرنا هرولة المتصهين العرب ولا هؤلاء جميعا. المسجد الأقصى تعرض للاحتلال عشرات السنين على يد الصليبيين، 100 عام وحرر. الأمة المسلمة تضعف لكنها لا تموت، تكبر لكنها لا تقبر. المستقبل لهذه الأمة ولقضيتها، المهم من سيلقى الله بشرف حمل هذه القضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتشرفون بالانتساب إلى الأقصى قولا وعملا وشعورا وحياة ومماتا، اللهم آمين. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر يعني فضيلة الشيخ رائد على هذه المشاركة المهمة، وفضيلة الدكتور حاتم ومشاهدين الكرام كذلك، وإلى الملتقى في القريب إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.